مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الأخيرة، الفقرة المحببة المنتظرة كل مشاهدينا هي فنان وريشة مع التشكيلية الجميلة أماني جحفر. أهلا ومرحبا بك، منورانا كثير. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. في البداية كلمينا عن الفن التشكيلي، كيف هو قادر إنه يعني يشكل وجدان الإنسان؟ الفن التشكيلي مش بيشكل، هو يعني هو أساس لوجدان الإنسان، بالذات الفنان بيتكلم من خلاله، يعني بيعبر عن حاجاته، عن دواخله، عن حبه، عن كرهه، كل حاسيسه. طيب المزه ذاتها بتاعت الرسم والمسك بالريشه وزول انه يقدر يعني يبدع في الرسم بتاعه، في ناس كتار اختلفوا في المزه دي انه هي موهبه بدت من الزول من الصغر ولقت تنميه، وفي ناس بيقولوا انه الدراسه هي اللي بتدعم الموضوع ده، انت رايك شنو؟ لا طبعا الموهبه اساسيه في الشغل ده. الدراسه بتفتح لك الطريق، يعني تفتح لك الطريق تخليك توظف ما عندك من موهبه، وتوريك السكه، مثلا انه انت الموهبه اللي عندك دي سكتها شنو. يعني مثلا نحن عندنا في الكليه بتكتشف نفسك من السنه الاولى، يعني ان انت حتمشي في اتجاه الفن الجميل ولا التطبيقي، بعدين التلوين ولا النحت كده. فالدراسه مهمه جدا للموهوب. يعني في فنانين بيكونوا مصنوعين، يعني وديل اغلبهم مش مصنوعين، زي بيتطوروا بالشيء المصنوع. ده تخيل لي الناس التطبيقيين يعني اكثر من الناس الفن الجميل. يعني طيب يعني الاوقات المناسبه لاماني وانت بترسمي، ليه دائما الفنان التشكيلي يعني الليل، الهدوء، القهوه؟ حقيقة أنا طبعا في الأول كان عندي الفهم ده، يعني برسم بالليل، مزيكا كده، يعني الناس نامت، حاجات زي دي كده. فبقيت أتطور، يعني أغير من حاجاتي دي، يعني بالتحديد بعد ما اتزوجت وجبت أولاد، فبقيت برسم في أي ظرف، شغلة جاتك في أي وقت. يعني ممكن عشان أشغل الصغير بالتحديد، اقوم اجيبه ذاته واقعده جنبي يرسم عشان انا ارسم. وكمان بعد ذاك بقيت اضبط زمني عليهم، يعني ناموا عشان انا ارسم كده. يعني ففي الاول كان عندي لازم في طقوس كده، يعني حته تكون فاضيه، الناس راقت سكتت كده، يعني اقل حاجه طوالي نظام، اقل صوت، اقل نظام زهقت وما بعرف شنو، غيروا لي مودي وكده. فمع الزمن لقيت انه ما في طريقه للحاجات دي، لازم اشتغل بحاجاتي، يعني بالجو المحيط لي ده، وما بقدر اغير فيه حاجه. من الناس بتاع القهوه والكلام ده برضه ولا؟ ايوه القهوه والشايات دي مهمه شديد، شاي وكوبايه شاي ثاني وشاي وكذا يعني. طيب جميل، احنا دايرين نمشي معاك خارجيا وعندك عدد من المشاركات الخارجيه، يمكن تكون في معارض، دايرين نشوف مدى قبول الناس واقبالهم على مشاهده اللوحات يعني. طبعا في من كل بلد وبلد بيختلفوا الناس، يعني خلاص يعني بيختلفوا الناس وقبولهم للفن للفنانين وكذا. يعني برا حقيقي مقيمين شديد، يعني لو عملت اي حاجه هي مقيمه شديد خالص، يعني مهما كانت الحاجه دي شنو. بتختلف من بلد لبلد. قبول الناس طبعا ما بقدر احدده، انا قبول الناس بيحددوا شغلي يعني، وما بقدر انا اقيس يعني قبولهم قدر شنو، يعني ما بقدر اقيس انه شغل ده عجبهم ولا لا، بيجوا يشوفوه ويمشوا. لكن بصوره عامه الفن برا مقيم شديد، يعني التشكيل الرسم عند برا مقيم خالص، يعني يعني عنده مساحته وعنده حاجاته، ويعني قاعد مع الناس يعني بيقروه منهم صغار لحد ما يكبروا، عشان كده بيكونوا حاسين بيه، يعني اي حاجه تعملها بتكون مقيمه وناس عارفين انك انت تعبت فيها قدر شنو. يعني يعني الشغل الابداع والخلق الابداعي ده ما هين، يعني فبيقيموه شديد يعني. نعم. طيب طريقة العرض بتكون كيف؟ تعرض اعمالك وين؟ صراحة بعرض في اي حتة، في اي حتة. انا طبعا اكثر معارضي بتكون مع المجموعة جماعية، يعني الفردية ما كثيرة، لكن اغلبها جماعية، يعني من خلال جمعية التشكيليات السودانيات أول حاجة، أنا بحييهم من هنا، بيت التشكيليات برضو، وورشهم. بعد ذاك العرض في أي حتة، أنا غايته بالنسبة لي بعرض في أي حتة، عرضت في صالات،
فخمة عرضتها في مراكز ثقافية وعرضتها في الشارع جنب المتحف هنا يعني في أي حتة بعرض يعني. وإحنا هسه حنقوم نعرض لك جزء من لوحاتك على شاشة ضغناتين الأزرق نشاهد ونرجع. زمان يعني معظم الأعمال اللي شاهدناها هي ألوان موية في رصاص، يعني أكثر المواد المحببة لك شنو اللي بتلقي فيها نفسك أكثر؟ أنا بحب ألوان الموية بحبها شديد، والكليريك برضو لأنه قريب من الموية يعني، فدي أكثر الألوان اللي بحبها لأنها سريعة بحيث إنه تجيتها جات بسرعة. ألوان الزيت برضو بحبها لكن بحيث بروح باخذ فيها زمن طويل يعني، لانه بمشي وبجي ثاني بحس انه الطبقه اللي عايزاها انا ما وصلت لها، بكون بحس بروحي قاعده اعيد وازيد كده يعني. المويه من ضربه والثانيه بكون حسيت بانه النتيجه اللي انا عايزاها وصلت لها يعني. نعم طبعا اي فنان تشكيلي عنده مدرسه تشكيليه بينتمي لها، انت بانتمائك وحبك لالوان المويه دي نقول بتنتمي لها مدرسه؟ والله انا يعني مش الفن ما منتمي لمدرسه محدده يعني. لكن انا بحب اشتغل بالوان المويه وبحب المدرسه التجريد يعني، بحب دائما الابستراكت ما بحب الشغل الرياليستيك. كلمينا عن اتحاد التشكيليين السودانيين يعني بيعمل في شنو؟ الاتحاد طبعا واقف له زمن من قبل 2019 2018 وقف، وطبعا ايام الثوره ما اشتغل، اشتغل اكثر حاجه هسي بقى شغال تجمع التشكيليين السودانيين. الاتحاد طبعا اليومين ديلا بنصارع وبنفتش في دار يعني. طبعا دي يعني قضيتنا القديمه التاريخيه انه التشكيليين السودانيين ما عندهم دار. فاليومين ديلا بنفتش في دار، ومشينا للوزير بلول كتر خيره ما قصر معانا. فاليومين ديل ساعي لانه الاتحاد يقوم، ويعني اكرمنا بدار وان شاء الله بصاله عرض كبيره ومتحف، فان شاء الله اللي قدام الاتحاد حيظهر وتظهر حاجاته يعني. طيب في مشاكل او اشياء محتاجه لحلول عشان يستمر الابداع ويستمر الفن؟ والله ما اكثر من الاعتراف بوجودنا كجسم ماهين في البلد دي، وجسم عنده مكانته يعني، ومفروض يتعامل بمكانته اللي بتليق به يعني. فحقيقة يعني التشكيليين مهضومين يعني في البلد، بتحس أنا غايته بحس إنه دائما الناس بيكشروا بينا كده قشرة يعني، يكشروا بينا وبعد ذاك تاني هنا يعني ما بنلقى حقنا يعني، تحسي بهم زي اللي بيتعاملوا معنا زي الحاجة الحلوة كده من بعيد، ما يمسحونا كده يقوموا يحطونا في الترابيزه ويمشوا. فبتمنى انه نلقى حقنا يعني بس ان شاء الله. طيب الفن التشكيلي له دور كبير يعني في عكس الواقع المعاش عبر الريشه، يعني انتم كتشكيليين دوركم شنو في الحاجه دي؟
طبعا احنا بنعبر عن احنا اول حاجه الواحد عن نفسه بيعبر كثير باللون وبالريشه. دور التشكيلين السودانيين بصوره عامه عبرنا به في تجمع التشكيلين كان عن البوسترات اللي اتعملت العمل التجمع ايام من بدايه الثوره لحد نجاحها. التجمع كان عنده مكتب اعلامي، المكتب الاعلامي قدم ما يقارب 4000 بوستر اللي هي كانت رسالة كبيرة ومقال طويل بنختصره في بوستر، كان من خلاله بتطلع المواكب، من خلاله بنعمل التصاميم بتاعتنا كلها، من خلاله بنوضح حاجات الشهداء، وضحنا به أي شيء، بنوضح دايرين شنو، بنتكلم كنا يعني رسالة بصرية كبيرة يعني كان من اختصارها في بوستر. فأنا تخيل لي ما قصرنا يعني في الحتة دي بالتحديد في إنه نعبر عن كلام الناس كلها وعن كميات من المقالات الكثيرة اللي كنا بنختصرها في بوستر صغير يعني. ده في التعبير عن كلام الناس والتعبير عن الحاجة اللي بيعيش المجتمع كله، لكن بيقولوا دائما الفنان التشكيلي بيعبر عن مشاعره وحاسيسه في لوحته لما يمسك الورقه والقلم او يمسك الالوان المائيه اللي بتحبيها ويرسم، بيعبر عن احاسيسه ومشاعره. انت كيف من النوع ده؟ طبعا اهم حاجه طبعا بنعبر انا بعبر باللون، بعبر عن حزني، عن غضبي، عن حبي، حاله الحب، عن كل حاجاتي بعبر باللون يعني. يعني مرات لما يكون ماليني احساس يعني ونمت انا نايمه ببتدي بفكر انه انا يعني انا بعمل شنو، يعني انا حاعمل شنو في الحته دي يعني. مرات الصباح بقوم بلقى روحي شلت ورقتي وشخبتة الاحساس اللي انا حسيت به منه امبارح ونمت به وما قمت فرقته في ورقه في لحظتها. فحقيقي طبعا التلوين واللون ما هين في انه انا اطلع احساسي واقول حاجاتي حاسبها جواي يعني. طيب انت حاسه انه الفن التشكيلي يعني بعافيه ولا في انتعاش؟ والله انا حاسه انه بعافيه جدا يعني، ما بعافيه ساكت يعني. من خلال كم الفنانين الما سهلين الهسي في الساحه، من خلال كم الحاجات اللي بينتجوها، اعمالهم اللي بينتجوها من خلال الضخمه يعني، من خلال ما عملوه في ايام الثوره من البوسترات زي ما قلت لكم، من الجداريات مع الاجسام المتضامنه معانا. براكم قادرين تشوف الخرطوم وتشوف البلد كلها تغيرت كيف من خلال الشغل اللي عملناه. انت شاركتي في معارض دوليه خارج السودان، وشاركتي في الثوره في السودان، وزي ما قلتي عرضتي لوحاتك في اكثر من مكان داخل السودان، اي مكان تلقيه بتعرضي فيه. أماني بتفكر شنو في المستقبل أو عايزة تعمل شنو في المستقبل؟ والله أنا عايزة أشوف حاجاتي يعني أحس بها، أطور يعني من حاجاتي أنا أصلا ذاتا أول حاجة يعني، حاسة إنه لسه ما وصلت للحاجات اللي أنا عايزاها يعني. بالإضافة لإنه دايرة أشوف كل أفكار الفنانين يعني تمشي على قدمين في البلد يعني، من خلال الفنانين كلهم ومن خلالي انا ذات يعني. طيب اكثر حاجه يعني بيعاني منها الفنان التشكيلي شنو في السودان؟ والله بيعاني من حاجات كثيره شديد. بيعاني اول حاجه من زي ما قلت لكم حقوق المهضومه بصوره عامه يعني. بعدين بيعاني من انه مغايته مرات في شكل كده بتاع يا يقوم الناس يفهموك شديد كده ويتعاملوا معك، او يتهيبوك ويقفوا بعيد ما يجوا قريب منك يعني. فالمعاناه طبعا ما في اكثر، بس يا هم قلت لكم معاناتنا التاريخيه دي من انه نحن كجسم ما هين يعني وما ساهل، ما عندنا دور تلمنا يعني. طيب بمناسبه الكلام الطيب اللي انت قلتيه ده، انا بدي اسالك سؤال اخير اللي هو، هل انت عندك رؤيه لمستقبل الفن التشكيلي والفنانين السودانيين في المستقبل؟ والله رؤيتي لا، دي انا براي كده الا تكون متفائله بانه حالنا لقدام يتصلح ونقعد في الحته اللي احنا حاسين بها يعني، من خلال تتصلح صوره البلد كلها وتتصلح صوره الناس وشكلها وكده يعني.
يعني متفائلة على كل حال. إن شاء الله يا رب. تسلم. نحن شاكرين لك كثير والله، نورتينا في فنان وريشة، ونتمنى يعني نتقابل ثاني في مساحات أوسع إن شاء الله. شكرا لك، نورتينا كثير. شكرا. احنا خلاص وصلنا لختام حلقتنا اليوم. شكرا على الحضور الجميل. تسلم. مع السلامة. شكرا على اللقاء. اكتب لي يا غالي الحروف، اكتب لي يا غالي الحروف، واحكي لي يا ما الدنيا نورة وفرحتها صارت بلاك غيمة شتا، احكي لي يا ما الدنيا نور وفرحتها صارت بلاك غيمة شتا، وزيك ضيوف وجيب ضيوف والشوق يدار بيناتنا يحيي بهجتها، اكتب لي يا غالي الحروف، اكتب لي يا غالي
اكتب لي حتى الناس بيجي الناس بيجي لما يفوت واقول بسلم للجميع خايف يا بين خاطر الكثير هرجع براي برايا سكت الدموع قلبا سقاك موسم حنان موسم حنان موسم فرح موسم ربيع يا ريت تشوف انا كل ما تنعس شموع بوقة شموع اريد تشوف انا كل ما تنعس شموع بوقة شموع وافضل اتوه عبر البلاد يا رب 200 واكثر رجوع اكتب لي خلي النار تموت والهم يفوت اكتب لي خلي النار تموت والهم يفوت خلي النار تموت ولا هم يفوت أنا غير حروفك أفقد الدنيا واضيه